السلام عليكم، اهلا بكم في قناه كار هينتس. في عربيات عشان تفتح تانك البنزين بتدوس على زرار او تشد دراع من جوه العربيه زي اغلب العربيات الياباني، وفي عربيات مجرد ما فتحت السنتر لوك بتاع الابواب التانك تقدر تفتحه، ولو قفلت السنتر باب تانك البنزين بيبقى مقفول زي اغلب العربيات الامريكاني. وفي عربيات عشان تفتح تانك البنزين لازم تبطل العربيه وتشيل المفتاح وتفتح بيه التانك زي اغلب العربيات الفرنساوي مثلا، وده بيبقى عاملينه زي اجراء سيفتي ان انت بطلت العربيه قبل ما تحط بنزين. في الفيات تيبو مفيش زرار ولا مفتاح، التانك مفتوح على طول وفي كل الحالات، وده اللي هنشوفه دلوقتي. كده العربيه مفتوحه وفتحت التانك مفتوح، ولو قفلنا العربيه برضو هتفتح التانك بتفتح، بس هو التانك متأمن مفيش حد يقدر يحط فيه حاجة او يرمي فيه اي حاجة ما عدا مسدس البنزين او الرمع ده اللي هتلاقوه في شنطة العربية.